أو تتعلمين. كوني أنت كما أنت. قودي نفسك أولا إلى الأعالي. أخرجي من داخلك وانظري إلى العالم بابتسامة فخر واعتزاز. أنت أنستي، أنت سيدتي التي تهزين العالم بيسارك. أنت التي تنجبين الرجال في كل مجال. أنت التي تزرعين بذور الثقة في الأطفال. لم تولدي فقط، بل تولدين الآخرين. اجعلي من مكانك مكانتك، وارفعي طموحك أكثر فأكثر. لا تتراجعي، بل تابعي، فصعود القمم تحتاج همة. أكثر النساء لا زالوا هناك بعيداً على محطات المعاناة. ومن هنا أرسل لكن عبارات الأمل والطموح. نحن عنواناً لكم، وأذاناً صاغية، وقلوباً متعاطفة. تعالوا لتنهلوا من المنابع المعطاءة كي تندرجوا على الصفحات الأولى للحياة. أشكر كل من ساهم لإخراج هذا العمل إلى النور، وأخص رئيس المجلس المحلي السيد راضي نجم. أشكر زملائي في الطاقم التحضيري. أشكر المركز الجماهيري لاحتضانه ورعايته كل الفعاليات الثقافية في كل المجالات. أشكر النساء اللواتي يرسمن ويعملن ويخرجن الفنون البسيطة والتي تجسد أحلامهن، وخصوصا النساء اللواتي يعرضن الآن في هذه المناسبة. أشكر الفرقة الكشفية بإدارة الأستاذ راضي عزي. ولجميع النساء يوم مبارك وسنة مباركة، وكلنا والجميع بألف ألف خير. شكراً.